بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذه الآية التي ترد في الرواية أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما علق رأسه على الرمح نطق بها، وكانت من المعاجز أو من الأمور غير الطبيعية، تدل على الارتباط بالقرآن وعلى حضور القرآن حتى في هذه اللحظات الصعبة، ومما يوجب علينا أن نرتبط دائما بالقرآن الكريم وأن نعود إليه وفي كل الحالات التي تمر علينا. الشيخ علي خازم عالم دين وباحث إسلامي لبناني، ولد في العام 1956 في برج البراجنة في بيروت، حائز على الإجازة التعليمية في الفلسفة من الجامعة اللبنانية. درس البحث الخارج في الفقه والأصول، وأصبح وكيلاً ومجازاً من عدد من المراجع وكبار العلماء المسلمين. يرأس جمعية مركز صحف لحفظ التراث القرآني والكتابي، هو أمين سر مجلس الأمناء وعضو مؤسس في تجمع العلماء المسلمين في لبنان. انتسب عضواً في العديد من الهيئات والمجالس والاتحادات، منها الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران، الهيئة العلمية في معهد المعارف الحكامية في بيروت، اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق، الهيئة العلمية لمجلة تراثيات في القاهرة وغيرها. نشر مقالات وأبحاثاً في عدد من الصحف والمجلات، وشارك في ندوات ومؤتمرات إسلامية في لبنان وخارجه، وأصدر العديد من الكتب، منها عاشوراء بين الحياة والإحياء، صرخة الحق، المكتبة الحسينية وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ارتسمت صورة الإمام الحسين عليه السلام في ذهني منذ الصغر، مرتبطة بأمرين: إحياء عاشوراء وقدوم أقاربنا من منطقة بعيدة لإحياء عاشوراء في منطقة الغبيري، حيث لم يكن متوفرا لهم الإحياء في منطقة النبعة وبرج حمود في تلك الفترة. هذه الصورة لا تفارقني أبدا، وهي كانت إلى ما بعد تعرف على شخصية الإمام الحسين أكثر، وإلى وعي قضية الإمام الحسين أكثر، خاصة في الظروف التي عشناها في طفولتنا. بالنسبة لمن هم في سني، أن الإحياء العاشورائي كان متعذرا، ليس عطلة رسمية، ليس مشجعا عليه، المدارس لا تعطل، من جملة الأمور التي أذكرها أيضا تعلل الأهل بأعذار لغياب الأبناء إذا صادف يوم العاشر من أيام الدراسة. وأذكر أيضا أن أول ظالم يمكن التعبير عنه بالظالم رحمه الله كان مدير المدرسة، أنه كان لا يريد التعطيل في يوم العاشر، فاجتمعنا أنا ومجموعة من الطلاب على صغر سننا في ذلك الحين، ورشقنا المدرسة بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم بعض الأمور، وكانت بذلك بداية فهم شخصية الإمام الحسين ومواجهة الظالم من مستوى يدركه الأطفال ببساطة: الظلم بمنع إحياء عاشوراء. لاحقا وبسبب السكن في منطقة حار تحريق قريبا من المسجد المعروف اليوم بمسجد الإمام المهدي، وكنا نعرفه بمسجد الساحة أو مسجد الغبيري، وكان إمامه المرحوم آية الله الشيخ حسين معتوق قدس الله روحه،
بدأنا بالتعرف على شخصية الإمام الحسين مع النضج العمر من خلال المرحوم المقدس الشيخ عبد الوهاب الكاشي الذي كان يقرأ مجالس عاشوراء في الأيام العشرة في المسجد ويوم العاشر يقرأ المصرع أيضا. الشيخ الكاشي في تلك المرحلة كان يهتم بالجمع بين مصر والمقتل ومحاضرة فكرية ثقافية. هذه المحاضرات بدأت ترسخ صورة مختلفة عن الصورة التي كنا نعرفها في مرحلة الطفولة. بدأنا نتعرف على الإمام الحسين، على أهل البيت، على دوافع الثورة الحسينية، على أبعاد الثورة الحسينية، على أهمية دور الشباب في الثورة الحسينية. وبهذا المعنى تلك المرحلة أيضا كنا في المدرسة في المرحلة التكميلية وبداية اتجاه المرحلة الثانوية، كان أساتذتنا في التعليم الأكاديمي العادي أغلبهم من اليسار والمقاومة الفلسطينية، يعني بعضهم فلسطينيين وبعضهم لبنانيين لكن منخرطين في النضال السياسي وحتى في المنظمات المقاومة الفلسطينية. فصارت لدينا صورة جمع بين مقاومة الظلم والاستبداد التي نعرفها من صورة يزيد وبين القضية الفلسطينية من جهة وبعض القضايا المطلبية التي عشناها في تلك المرحلة التي كانت الأحزاب اليسارية تخوض النضال لأجل تحقيق بعض المطالب للعمال أو للطلاب أو ما ذلك. في هذه المرحلة بدأت تتبلور صورة للإمام الحسين مختلفة كما قلت عن الصورة الأولى وتستدعي التعرف أكثر، والتعرف انتقل من مرحلة السماع إلى مرحلة القراءة. فأذكر من مجموعة الكتب الأولى التي اشتريتها في تلك الفترة من أحد الحجاج الذي كان، لم نكن نعرف المكتبات في تلك، كان أحد الحجاج يبسط مجموعة من الكتب في مدخل المسجد ويبيعها. فمن جملة ما اشتريت في تلك الفترة كان كتاب سفينة النجاة للمرحوم السيد محمد إبراهيم، وهو يشتمل على عدة مجالس تتحدث عن السيرة الحسينية والسيرة العاشورائية، وكنت أحمله معي بشكل دائم حتى إلى المدرسة أحياناً، طبعا إلى جانب مجموعة كتب أخرى منها نسخة نهج البلاغة ومفاتيح الجنان. هذه من لوازم الذكريات لأنها كما قلت شكلت بالنسبة لي بدايات مكتبتي الإسلامية. بعد الانخراط في الدراسة الحوزوية إلى جانب استكمال الدراسة الأكاديمية اطلعت على جوانب متعددة من شخصية الإمام الحسين، وبالمتابعات حتى الإعلامية ومجالات المعرفة المتعددة التي تطورت لحظة بعد لحظة في الفترة الماضية بدأت أنظر إلى صورة الإمام الحسين كيف تتجسد عبر التاريخ، وإلى قضية الإحياء العاشورائي أيضا عبر التاريخ. قلنا إن الصورة الأصلية لأي ناظر إلى القضية الحسينية هي صورة مواجهة الظلم، صورة مواجهة الظلم حتى الشهادة، لكن هناك تفاصيل. الاستفادة من هذه الحالة كما حصل عبر التاريخ من ثورات متعددة قامت تحت عنوانها لثارات الحسين أو لثارات أهل البيت أو
إعادة الحكم إلى أهل البيت من جهة السلطة، يعني من جهة الرؤية إلى السلطة، أو من نفس الفعل من جهة الرؤية إلى القائمين بهذه القضية، الشعوب التي كانت مغلوبة على أمرها، المضطهدة في حقوقها، المظلومة. يمكن النظر إلى أن ثورة الإمام الحسين أو الإمام الحسين شكل عاملا في إيجاد الرغبة في التغيير، ونقرأ هذه الصورة في عدة، كما قلت، في عدة مراحل تاريخية، ويمكن حتى نصل إلى زماننا هذا أيضا. يعني في بداية اطلاعي على بعض الشخصيات العلمائية، يمكن الحديث عن دور للنجف الأشرف مميز في خصوص القضية الفلسطينية. ذكرت أن بعض أساتذتنا كانوا يوجهوننا في هذا الاتجاه باعتبارها قضية شعب مظلوم ومغتصب الحقوق. التعرف على شخصيات علمائية مرجعية من النجف الأشرف ولاحقا من إيران يقومون بدور كبير في خصوص دعم القضية الفلسطينية، بدءا من الشيخ كاشف الغطاء الذي كان في حاضرا في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في القدس طبعا قبل الاحتلال الكامل لفلسطين، والعديد من علماء النجف الذين كتبوا وخطبوا، مضافا إلى العديد من علماء لبنان أيضا الذين كان لهم موقف من القضية الفلسطينية. ولا ينسى هنا المرحوم السيد صدر الدين فضل الله الذي كان أول من أفتى بتحريم بيع الأرض لليهود أو لسماسرة اليهود. هذه بالنسبة إلينا في ذلك الوقت شكلت ربطا بين أن نكون ملتزمين بخط أهل البيت بالإمام الحسين سلام الله عليه، وأن نكون قادرين على تمثيل هذا الالتزام بواقعنا أو في واقعنا من خلال دعمنا للقضية الفلسطينية قبل أن تتحرك حالة المقاومة، قبل أن يحصل احتلال مباشر لمساحات واسعة من لبنان. هذا الربط والتمثل كان يستدعي أيضا بالتالي حراكا، وكان أن انطلقت المقاومة في فترة من الفترات مع سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، ولاحقا مع العديد من العلماء، لا ننسى منهم سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله، وسماحة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والعلماء الذين تولوا مباشرة على الأرض الالتزام مع الناس بالصمود في الجنوب، وحتى الشهادة كأمثال المرحوم الشيخ راغب حرب رحمة الله عليه أو الشهيد سيد عباس الموسوي. فصورة الدين والمقاومة ترتبط مباشرة بالصورة العظيمة لشخصية الإمام الحسين سلام الله عليه. هناك تعبير قرآني، أو الأحرى تعبيران قرآنيان، يتحدثان عن الثورة وعن الالتزام بالعمل الثوري. التعبير الأول الانتصار. في القرآن الكريم فمن انتصر، يعني قام، في التفسير يقولون أنه مع يعني التفاؤل بالنتيجة، أنه قام بعمل ثوري بعمل مقاوم وينتظر ويتفاءل بالنتيجة، ولذلك يعبر قرآنيا الانتصار.
العنوان الثاني هو الاستقامة. الاستقامة بمعنى الثبات. قد يقوم بعض الناس بعمل معين بغض النظر أنه عمل ثوري أو حتى أي عمل آخر، لكنهم لا يثبتون عليه. الثبات بالمعنى القرآني، الاستقامة على أمر معين، يعني أنك قد استوعبت كل أبعاد هذا العمل وكل ما سيترتب على هذا العمل، وأنك مستعد للسير به إلى النهاية. بالجمع بين المعنيين يمكن تلخيص صورة للإمام الحسين أنه المستقيم المنتصر بغض النظر عن النتائج اليومية أو الآنية. عندما نتحدث عن الاستقامة في شخصية الإمام الحسين وعن الانتصار بمعنى القيام والثورة في مواجهة الظلم لإعادة الحقوق وإجراء العدالة في المجتمع، يجب الالتفات إلى أن لهاتين الصفتين أساسا تنطلقان عنه، وهو الأساس المعرفي. بدون الأساس المعرفي لا يمكن القيام ولا يمكن الانتصار بهذا المشهد الذي رأيناه من الإمام الحسين. لذلك كانت مسألة أن تعرف الإسلام كما يجب أن تعرف الإسلام هي قضية من القضايا المهمة بالنسبة لي، وأن أتعرف على الإسلام من مصادره الأصلية أيضا وخصوصا من القرآن الكريم، الأمر الذي لاحظته وكتبت عنه مقالة بخصوص مسألتين، يعني هو القراءة القرآن والأذان للصلاة في المسير الحسيني من المدينة إلى كربلاء. القرآن الكريم لم يتوقف، وجود قراء مع الإمام الحسين كان مميزا، تبدل المؤذنين بين فترة وفترة، نحن نتحدث عن وقت طويل مرت فيه العديد من الصلوات، الثبات الناشئ عن هذه المعرفة بالقرآن، هذه المعرفة بالصلاة، هذا العرفان في رفع مستوى القراءة إلى أبعاده الروحية العالية، إلى رفع مستوى الالتزام بالصلاة بمعانيها الحقيقية وآثارها أيضا من العناوين التي لا يمكن تحصيلها بدون معرفة. نحن نعرف طبعا للإمام الحسين عليه السلام خصوصية بموضوع كونه من الأئمة، ولكن أصحابه الذين كانوا يحاولون تمثله والعيش معه كما يعيش أيضا لا يمكن لهم كان أن يصبروا وأن يستقيموا وباتجاه الانتصار لولا المعرفة. إذن المعرفة أو العلم الناشئ من التعلم والدراسة للعلوم الإسلامية المختلفة، وأركز على معرفة أي علم، يعني وهذه من باب النصيحة لبعض الأخوة والأخوات الطلاب والطالبات، في أي علم من العلوم ابدأوا إلى جانب دراسة مسائله التي هي مقررة عليكم، اذهبوا وقرأوا تاريخ هذا العلم. يعني أنا في مجال العقائد أدرس تاريخ المسائل العقائدية، في مجال الفقه أدرس تاريخ المسائل الفقهية، هذه يعني نعود أنفسنا عليها، تاريخ القرآن الكريم وهكذا. بالنسبة لي أن أعلم، يجب علي كان بداية أن أدرس تاريخ هذه العلوم. أخذت على نفسي بمنهجية خاصة في الدراسة وفي التعرف، طبعا ستنعكس
بشخصيتي العملية في مواقفي العملية، لكن نحن لسنا في جانب الآثار، نحن في جانب التأسيس. في كل المجالات التي عملت فيها طالبا أو معلما كنت أركز دائما على تاريخ هذه المسائل، ولذلك مثلا في تدريس الفقه كان أول كتاب في تاريخ علم الفقه عند المسلمين الشيعة، في مسألة الإحياء العاشورائي حاولت أن أتقصى تاريخ الإحياء أو تاريخ شعيرة من شعائر الإحياء خاصة وهي قراءة العزاء، لأن هناك عدة شعائر في إحياء مناسبة عاشوراء ومصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه. حاولت أن أتقصى تاريخ إحياء عاشوراء من خلال قراءة التعزية في لبنان بين قرنين، وهكذا. هذه القضية، قضية المعرفة، قضية العلم، قضية طلب العلم في كل المجالات يجب أن نؤكد عليها، لأن بدونها لا يمكن، لا كما قلت، لا القيام ولا الانتصار. إذا كان للإنسان أن يتحدث عن تجربته الشخصية وأن يلخصها أيضا، فيمكنني القول بمسألة الثبات والاستمرار. لن أستعمل المصطلح الأصلي. الاستمرار عندي يعني أعتمد عليه للوصول إلى النتائج. في بداية حياتي يمكن كان عندي صفة أنه أترك، يعني إذا لم تحصل النتيجة بشكل قريب وسريع كنت أتخلى، لكن في بعض الأمور التي حصلت معي اكتشفت أنه أحيانا بدون تخطيط يمكن للإنسان أن يقوم بأعمال لا يدرك أبعادها ولا يدرك متى سيستفيد منها، وفي لحظة معينة يوفقه الله إلى فكرة يعيد تركيب كل الجزئيات التي قام بها. إذا تتحدث الاستمرار والثبات ليس بالضرورة أن يكون فيه ترابط، لكن أن لا يتوقف الإنسان عن العمل، لا يتوقف عن التفكير، لا يتوقف عن محاولة إبداع في أي مجال من المجالات. في لحظة معينة كل هذه الخطوات وإن بدت للناظر أو لنفس الشخص أنها متباينة متفرقة متعددة، لكنه في لحظة ما سيجد رابطا، سيوفقه الله إلى رابط يستفيد منها جميعا. كل عمل صالح، كل عمل فيه خير، كل عمل فيه نوع من القربة إلى الله عز وجل نقوم به، لا ننتظر له أثرا. هذه يعني تعلمتها بالتجربة. سيأتي الوقت الذي هذا العمل ونتائجه المباشرة ينضم إلى عمل آخر بنتائجه إلى عمل آخر ليشكلوا في النهاية عملا قائما بذاته، وإن شاء الله يكون إذا كان النجاح من معاني الانتصار فيكون أيضا ناجحا. في شخصية الإمام الحسين إذا أخذناها بمراحل متعددة زمنية من عمره، إذا لاحظنا حضوره في بعض المرويات كان هو والإمام الحسن سلام الله عليهما يشاهدان رجلا يتوضأ بطريقة خاطئة، فادعى أحدهما أنه يتوضأ كما يتوضأ الرجل والآخر أخذ يصحح له. هذه يعني أولا من جهة تدل على العلم في عمر مبكر والمعرفة،
وعلى الإحساس بلزوم التعليم للجاهل، وطبعا إنقاذ الرجل بالنتيجة إلى ما وجه إليه. هذه الصورة للإمام الحسين في سنه الصغيرة، كما قلت علم وعمل، تنتقل معه إلى مراحل متعددة، سواء كان في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وإمامته، أو في ولاية أخيه الحسن. إذا قطعنا شوطا ووصلنا إلى حضوره مع الإمام الحسن سلام الله عليه، نلاحظ أيضا يعني طبعا هو معصوم، لكن أنا أريد تقريب صورة أن شخصية مثل شخصية الإمام الحسين، خاصة بالنسبة لبعض الشبهات التي تطرح أن بين موقف الإمام الحسن والإمام الحسين، هذه الشخصية المعصومة التي تسلم للإمام وتطيع الإمام على علمها، على ملاحظاتها، على كثير من الأمور، هذه الطاعة هنا أيضا هي من عوامل الثبات، من عوامل الاستقامة. يعني لننقل الصورة حتى نستوعب ما أريد الوصول إليه، قد أكون أنا مساعدا لمدير مدرسة، أو قد أكون مساعدا لمدير في عمل ما، وأملك من العلم ما يملكه، لكن قد تنقصني بعض الجوانب في التجربة، بعض الجوانب بالمهارات. عندما أكون في جانب هذا القائد المدير المدبر، ينبغي علي أن أبدي الطاعة، وقد أتوجه بالنصح، ولكن الأصل في نجاحي مع نجاحه هو أن نكون منسجمين، وأن نكون في حالة ثبات واستقرار. هذه الصورة الإجمالية التي أريد أن أوصلها أيضا إلى إخواني وأخواتي. إحياء عاشوراء في العالم الإسلامي، أو حتى على مستوى الكرة الأرضية، لأنه كما كتب أحد المفكرين الفرنسيين في جريدة هندية، يقول أنه لا يوجد شيعي في العالم في أيام عاشوراء إلا وسيقوم بإحياء هذه المناسبة، ويذكر تجربة حصلت معه في أحد المرافق الفرنسية، شخص من البحرين كان في صالة الانتظار في المرفأ، وكان اليوم يوم العاشر، فيقول أنه أخرج، أقول أنه أخرج كتابا وبدأ يقرأ منه، وكان قد أعد مائدة ووزع الطعام على الحاضرين. الإحياء بهذا المعنى الذي هو استمرار للإحياء الذي تعلمناه من المعصومين سلام الله عليهم، يعني التعريف بقضية الإمام الحسين، إنشاد الشعر في قضية الإمام الحسين، الحزن والبكاء على الإمام الحسين. هذه المعاني من المجالس هي التي كما في الروايات وكما في الواقع أيضا هي التي حفظت قضية الإمام الحسين، بمعنى قضية الإسلام. القضية الحسينية لا يمكن، أولا يجب ربطها دائما بقضية الإسلام. القضية الحسينية كان غرضها إحياء الأمة المحمدية، يعني عندما نتحدث لطلب الإصلاح في أمة جدي، فليس من المعنى الجسدي، وإنما بمعنى الأمة المحمدية. الأمة المحمدية هي أمة الإسلام. الخروج الإمام الحسين كان بوجه الظالم، الذي إذا أردنا أن نتحدث عن التحولات في تلك المرحلة التي حصلت، والتي أقصت الإسلام حتى في بعض المجالات
الخاصة على مستوى الشعر. يعني يمكن الكلام مثلا بعض الباحثين كتب عن ارتداد أغراض الشعر في الفترة الأموية إلى الأغراض الشعرية الجاهلية، والابتعاد عن القيم الإسلامية. يعني في زمن النبي وما بعده كان هناك تحول في أغراض الشعر باتجاه تقديم الإسلام، لكن في فترة من معينة ارتدت أغراض الشعر إلى الأغراض الجاهلية. الذي أريد أن أقوله إن ربط القضية بالإسلام يجب أن يكون عنوانا أصليا في أي إحياء من الإحياءات. اليوم بدأت الاستفادة من بعض المعطيات الحديثة منذ فترة، يعني الاستفادة من القضية الحسينية في عالم الفنون، الاستفادة من القضية الحسينية في عالم التلفزيون والإذاعة وما إليها، لكن إلى الآن يلاحظ أنها لم تصل إلى للحد المطلوب، ويمكن توسعة هذه الآفاق. طبعا في مع تطور الآلات والأدوات التي يمكن نشر الأفكار فيها، لاحظنا في الفترة الأخيرة ما يمكن تسميته ببعض الانحرافات عن أحيانا انحرافات عن المسار التاريخي للإحياء، وبالتالي بعض العناوين أو بعض القضايا يمكن إخراجها عن بعض الأحكام الشرعية أيضا. هنا لابد من دوام الضبط، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المرجعيات الدينية بالمستوى الأول، وأيضا حتى على عاتق الجمهور. يعني مسؤولية المرجعيات الدينية تتمثل في رفع مستوى الجمهور وذائقته، يعني مستواه الثقافي ومستواه الفني ومستواه على أي مستوى من المستويات، ليتمكن الجمهور من اختيار الأقرب إلى الحكم الشرعي والأقرب إلى الالتزام بالحكم الشرعي، ونفي ورفض وإقصاء كل ما يخالف هذه العناوين. بعض الأشعار أحيانا صار فيها نوع من التطرف والغلو، هذه يمكن أن يقدمها صوت جميل، يمكن أن تقدمها أداة جميلة، يمكن أن تخرج فنيا بقالب. يجب أن يكون الجمهور قادرا على لفظها، وهذا يحتاج إلى تدريب وتعليم وتعريف، ويؤكد مسؤولية المرجعيات الدينية في هذا الباب ووجوب التصدي. وحسنا ما حصل مؤخرا، يعني هذه الفكرة تجسدت، أن مجموعة من أهالي النجف الأشرف قبل فترة حوالي شهر تقريبا أقاموا اجتماعا في الصحن العلوي وأصدروا بيانا برفض بعض الممارسات، برفض بعض الهيئات، وطالبوا المرجعية بأخذ موقف إلى جانبهم، وقرروا مقاطعة كل من يخالف الأحكام الشرعية. هذا الموقف هو ناشئ عن الارتفاع في مستوى المعرفة عند هؤلاء الجماعة، وأيضا في قيامهم، وهي تلخص أيضا هي من نتائج الالتزام بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه. أختم بتأكيد هذه الدعوة، أنه رفع مستوى الجمهور المعرفي والثقافي وفي مختلف المجالات سيساهم في تبني الأفكار السليمة، وسيساعد لاحقا في طرح الأفكار السليمة. نحن مدعوون للقيام بواجبنا وتقديم الإسلام إلى العالم أجمع، خصوصا في هذه المرحلة حيث نرى التعاطف مع قضية فلسطين بمنشئه الإنساني. فإذا ما استطعنا أن نقدم عاشوراء بمنشئها الإنساني المرتبط بالإسلام، ستكون فرصة لنا لتقديم الإسلام والقيام بما يرفع المسؤولية الشرعية عن كاهلنا. والحمد لله رب العالمين.